مصطفى، يمكن كابتن خالد طبعا معاك طول الوقت وفي النادي الاهلي وفي المنتخب، بس هو اصغر منك. هو اصغر مني في السن. بس يعني اكيد انت قبل كده بتقولي رحت من غير مدرب. دي كان معايا الدكتور ناجي اسعد ساعتها في الوقت اللي انا سافرت فيه الاولمبياد، كان دكتور ناجي هو المدرب بتاعي. بس طبعا ما كانش فيه الماديات ان هم يقدروا يطلعوه للاداره الاولمبيه. طب الدعم دلوقتي افضل ليكم؟ لا، الدعم افضل الحمد لله دلوقتي بعد موجود في يعني غير النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بيتنا يعني ما فيش اي طبعاً. اختلاف عليه. بقى في دلوقتي رعاه بيجوا دلوقتي للعيبه وشركات تسويق هي اللي بتسوق للعيبه دي. فطبعا احنا دلوقتي بقى عندنا الشركات دي بيساعدوا دلوقتي الواحد في الحاجات دي، انه خلاص يعني لو لا قدر الله مفيش فلوس مثلا هنا، هم بقى الفلوس موجوده هنا يعني بيقدروا يلحقوا الدنيا. بس خلي بالك برضو احنا يعني بنطلب دعم اكتر، يعني انا واحد نفسي الدعم يبقى اكتر يعني كده. الواحد هو مش محتاج عامل اللاعب غير ان هو يكون مستريح ذهنيا، فكرش في اي حاجه غير ان هو رايح يلعب، عشان لما يجي يتحاسب بعد كده لا قدر الله ان اخطا في حاجه، انت ايه اللي مثلا كان مضايقك، انت توفر لك كذا وكذا وكذا وكذا، كنت مستريح، اقدر احاسب اللعيب بعد كده. لكن ما اجيش انا ما بديش واجي احاسب اقول له انت ما جبتليش ليه الميداليه، ما انت ما اديتش عشان ما تلاقيش. صحيح. فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هو يبقى فيه الدعم بزياده اكتر، مش لالعاب القوه بس. الدنيا احسن طبعا، هي الدنيا احسن صح. ولكن خلي بالك العاب القوه اصلها هتشتغل هتلاقي، تمام صح، وهتصرف هتلاقي. فهي الدعم طبعا اكيد بعد طبعا دكتور اشرف صبحي الحقيقه من الناس الحريصه دي، مش متاخر على حاجه خالص. فالدكتور اشرف صبحي عارف قيمه الالعاب الفرديه وانها ممكن تجيب ميداليه، فنتمنى طبعا الدعم يكون افضل باذن الله. ان شاء الله انت هتخلص كازاخستان، هتروح على بطوله افريقيا ان شاء الله في نيجيريا تلعب ان شاء الله، وبعد كده هتتوجه للاولمبياد ولا ترجع مصر باذن الله. هو هنشوف ايه بقى الخطه اللي هتبقى بعد نيجيريا ان شاء الله. نيجيريا دي في شهر 6، هي في اخر 6 بس احنا مش عارفين لسه ايه اللي هيحل في طوكيو. يعني احنا سامعين اقاويل هل هيبقى في دخول قبل اللعب بفتره كبيره، فتره حجر 14 يوم. ده اللي كان حاجه في اخر اجتماع مع الدكتور حسن كمال لما اتكلم فيه، ان احتمال يبقى فيه عزل قبل مش احتمال، ده اكيد ان هو، بس عايزين كمان مكان للعزل يكون مجهز للتدريب اللعيبه يعني هناك في طوكيو، ان يكون المكان ده مش هينفع ان اللعيب يروح يقعد 14 يوم ما بيتمرنش. خلي بالك كوكب اليابان بيعمل كل حاجه، ما هو بيعملوا كل حاجه وانا عارف. سيب نفسك سيب، بس عايز اقول لك بالرغم من اليابان كده، بس احنا ابهرناهم في كاس العالم اللي فات. فعلا الناس اتكلمت فعلا عن كاس العالم جدا يعني ما شاء الله. اللي اتعمل ده افتتاح والكلام ده كله كان ما شاء الله كويس جدا. يعني انت ممكن شهر، خلينا نفكر معاك شهر 6 تخلص، يعني ممكن يبقى ممكن على 10 7 تسافر، لان هتلاقي 23 صح؟ 23 لا ده انت ممكن تسافر 8 كمان، ممكن 8 ممكن اول 7. احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيتم، ان هم يسافروا اللعيبه ان يقعدوا الحجر بتاعهم وبعد كده يتنقلوا من مكان الحجر للمكان بقى المعسكر اللي هو المكان اللي هيتلعب فيه البطوله. ممكن يبقى نفس المكان، ممكن يبقى نفس المكان بس ممكن. طبعا هو انت بس اتوقع يعني مع كوكب اليابان لا، يعني لو هيودوك من مكان لمكان خلاص المكان ده ممكن بالظبط هنفجره خلاص يعني. هيقلب لك الدنيا. بس خليني اقول لك برضو احنا بنفكر هيعمل لك مسحه وما تروح، بس اكيد في يومين ثلاثه هتقعد من غير تمرين. ده في مساحات كل 5 ايام، هنقول مثلا اول مسحه هتروحها، بس هنجيب تفاصيل طبعا. بس بعد اول مسحه دي بالذات لازم يتاكد ان انت جاي سليم، لو انت سليم ما فيكش حاجه فلازم بيعزلك طول الفتره بقى لحد الماتش. حتى كان الماتش بيبقى بيتلعب النهارده بتاع مثلا المطرة، بيبقى بيديك يوم بعديه، اليوم اللي بعديه هو بيبقى الماتش الفاينل على طول. يعني ده السيمي فاينل ده الفاينل. دلوقتي انا سامع ان المده كبرت طبعا، يعني بقى النهارده سيمي فاينل 5 ايام 6 ايام، هيعمل مسحه بعد الفاينل مسحه وبعد 5 6 ايام ويخش. طب انت جاهز للنظام ده؟ والله انا بطور يعني من دلوقتي حالا، انا قافل على نفسي يعني، انا ماشي بالكمامه بالحاجه يعني قافل على نفسي، ما بنزلش من البيت غير ان انا رايح التمرين، راجع من التمرين على البيت بس، ما بروحش اي مكان، اللي هو برضه الواحد ما يضمنش الظروف، فالواحد بيبقى قافل على نفسه، بس ما يجيش التعب ده كله يروح في الاخر على اربع خمس ساعات تمرين في اليوم صح وحلم دلوقتي بس اشخاص احنا فتره ماتشات، لكن في الاعداد بيبقى اكتر من كده، ساعات بيوصلوا 3 فترات تدريب كمان. طب انت طمني، في اصابات في حاجه؟ لا الحمد لله بفضل الله ماشيين كويس، ربنا يستر علينا بس لحد باذن يعني الله يا رب. وتبقى دايما الامور ماشيه، ونتمنى لك ان شاء الله مصطفى ان انت باذن الله يعني تبقى عندك او تحقق ميداليه، وهنبقى اسعد يا رب ان شاء الله.